اللي حضرتك بتقوله ده يا فندم؟ اخطف منار اعمل بيها ايه؟ وبعدين انتوا سايبين اخوها واللي اسمه حسام علام اللي حاشر نفسه في القضيه وجايين تسالوني انا؟ ايه ده يا شريف بيه؟ مفيش داعي للعصبيه دي كلها. ده مجرد سؤال. لا ده مش سؤال يا فندم، ده اتهام. الله، هو حضرتك شاكك ان انا بنتقم منها عشان متاكد انها قتلت مراتي؟ وعشان التاكد ده بقى انا جبتك النهارده. يعني حضرتك جايبني عشان تسالني بدل ما تدور عليها وتشوفها هربت فين ومين اللي هربها؟ ومين قال لك ان احنا ساكتين؟ في تحقيقات مع اداره المستشفى اللي هربت منها، وفي تحريات وقريب جدا هنوصل لها. انا جبتك النهارده عشان المدام بتاعتك مش عشان منار. مالها المدام بتاعتي؟ لما فحصنا تليفونها لقينا مسج على الواتساب ما بينها وبين زياد بيتفقوا فيها على الميعاد اللي هتقابلوا فيه. انا مش فاهم حضرتك تقصد ايه. اقصد ان مدام ساره الله يرحمها ما كانتش رايحه المنار زي ما قالت لك، كانت رايحه تقابل زياد. طب ما هو ده ياكد ان منار قتلتهم. الله، بقول لك رايحه لزياد مش منار، وانت ايه؟ عادي؟ مفيش اي رد فعل؟ رد فعل على ايه بس يا فندم؟ انت عارف حضرتك ساره وزياد اصلا اصدقاء من زمان جدا. قلت لي اصدقاء؟ شوف ازاي؟ يا ترى عشان كده بقى خبت عليك ان هي رايحه لزياد وقالت لك انها رايحه المنار؟ حضرتك بتلمح ليه؟ لا انا مش بلمح، انا حضرتك بصرح. الرسائل ما بين زياد وساره بتاكد ان كان في علاقه ما بينهم ومش صداقه. حاجه ابعد من كده بكتير. عشان كده منار لما شفتهم مع بعض قتلتهم؟ يا انكل دي مجنونه وممكن تعمل فيه اي حاجه، انا خايفه عليه. مين سامعك يا بنتي؟ انا ما حلتيش غيره في الدنيا دي، وما عنديش استعداد ان انا اموت بحسرتي عليه. بعد الشر على حضرتك، بس احنا لازم نلاقي اي حل عشان نخليه ينزل من عندها باي طريقه. في فكره كده جت في دماغي بس مش عارفه حضرتك هتوافق عليها ولا لا. فكره ايه؟ ان انت تكلمه وتقول له انك تعبان قوي وعايزه يجي بسرعه. اكذب يعني؟ طب حضرتك عندك حل تاني؟ لا خلاص، اعتبر نفسي في حكم المضطر. تليفونه مقفول. طب اعمل ايه يعني؟ اروح وانزله من عندها بالعافيه ولا اعمل ايه؟ انت فاكره ان انت هتقدري تنزليه من عندها؟ حسام مش هيسيب البنت دي غير في حاله واحده بس، ان هو يتاكد انها مجرمه. وهي مجرمه وقتلت قتله يا انكل، وانا متاكده من كده. المفروض يحصل ايه تاني يعني؟